بهيدا الفيديو رح تشوفوني عم بعمل كيك مكون من طابقين، الباتم تير 8 انش شوكليت كيك والتوب تير 6 انش فانيلا كيك. في عيد الميلاد كان سيارات والطفل كتير بحب البورش. عملت الطبق اللي تحت كأنه ريسينج تاير وغلفتها بعجينة سكر لونها أسود وحطيت عليه كل الديتيلز يلي بتبين انه هو كأنه فعلا تاير. قصيت التفاصيل على شكل دايموند وبلشت حطهم على التاير واحدة واحدة. انا مسرع الفيديو هون بس هيدي البروسس كتير طويلة، اخذت تقريبا من ساعة ونص لساعتين بس لتركيب هيدا الجزء. وبعدين حطيت رم ولونته لون فضي. خلصت الشغل بالتاير وبلشت الشغل بالتوب تير. غلفت الكيك بعجينة سكر لونها أبيض وحطيت عليها علامة البورش. كملت التزيين بمربعات أسود وأبيض كأنه تشكر فلاج. هيدا الجزء أخذ وقت أقل لأنه الكيكة أصغر. بعد ما خلصت ركبت الكيكتين فوق بعض وحطيت عليهم سيارة بورش من فوق وبلشت حط مثل ستارز لكمل الديزاين.